يسعد به المدينة. آمين. يسعد به المدينة. آمين. ويوفق
الإجابة. عندنا سؤال ملكا. اللهم تلبس عند مسألة المنطقة. اللهم تلبس على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم تلبس على لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفاجأنا بالخبر الموت الصادق ديالنا ياسر. نزل لينا فحال الصاعقة، اتصل بيا في الليل الصادق، قال لي راه قلنا ما باطيزنا، وعلى الحديثة كانوا ماشيين في الطريق ديال النفق ديال المحطة ديال لاكار، واحد السيدة كانت ماشية كتسوق في الوسطى، إذا هو كلاكسون عليها باش تزير اليمن ولا شي حاجة، ويا جماعة الشمال وضرب فيها. صافي جات الاسعاف تعطل باش هربت، جراو موراها الناس كاملين، بهم ما كاين لا كاميرات في ديك النفق هذاك، ما كاين حتى شي حاجه. حد الان باقي المصير ديالهم مجهول، وباقي السيده ما عارفينهاش شكون هي، باقا مجهوله، هربت ما السلطه باقي ما اتصلت، البوليس ما عمل حتى شي واحد، باقي ما عارفين شي مصير ديال السيده هذا اللي مات، شكون اللي غايجيب له الحق ديالو؟ ما شبر حتى شي واحد ماتريكولا ديال حنا، واش الصحاب واش ما حيتهم السيد اللي كيموت، ما حيتهم لا حتى. تفاجأنا قال لك هزوه، تعطلت بولانسيه الدوات، توفى السيد، هادشي اللي كاين. الله يرحمه ويرحم والديه ديالو مع الاصدقاء ديالو، فحال الخاوه ديالنا كامله، كلشي دائما كيضحك فيما واخا ما تشوفوش، هو يشوفك يعيط لك دائما كيضحك. هي الكنازه ديالو هاتينا كتشوف، الا ما كان شي واحد ماشي عزيز على الدراري كاملين، ما شي شي تشوف الدراري كاملين السيد باش وش. لا حول الله والسلام قاسم من بين عزيز. الواقعه اللي وقعت الخواه ماك سيدا فوري في النفق ديال لاكا، هربت لواحد الطونوبيل وتخلص فيه واحد العائله، وهربت باقيين دابا فوري ما عارفين شي حتى. حنا بدنا ما سمعنا خبر تصدم، شي ولد ديالنا صاحبنا والحويمه ديالنا الله يرحمه ودخل يرحمه مغفره الخواه، كنتمناو السلطه الجبار ذاك الانسان اللي عمل هذه الحادثه هذه معاه، والله يرحمه ودخل يرحمه مغفره خا. كيفاش كانت المعامله ديالو معكم؟ المعامله ديالو الله عمره سهل، يتعامل معنا كاملين الدراري ديالنا كاملين عندنا عزيز، انا واخا ماشي من الحومه ديالو من حومه دراوه مدرسيه، المعامله كان بو كنتلاقى به شي ولد ديالنا صاحبنا كبر معنا الدري الله عمره سهل، جينا كتعرف شنو كاين، باقي صغير الله يرحمه ودخل يرحمه مغفره خا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.